بسم الله أبو ريان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بالخير والمسرات. نستكمل مع بعض بقية الدروس، والدرس اللي أمامنا الآن يتعلق بعد ما انتهينا من الموجات الدافعة، وتعرفنا أيضا بشكل سريع على موجة الزجزاج. الآن نبدأ ندخل في أعمق إلى أعمق إلى موجات تصحيحية أخرى. نلخص المسألة أول شيء في لأحتاج الشاشة. طبعا أنا أسحب الصلاحية الآن. معاك انت الان ننزل عرض ابو ريان. أيوة، لا راح أسحب الشاشة لأن أحتاج إني بدأ التعليق عندي. يلا كويس. أوكي. واضح الشكل اللي أمامكم؟ واضح واضح. طيب بسم الله. تعرفنا في البداية على الموجة الدافعة، يعني وبدينا نركب، يعني نتعرف على الموجات اللي بتركيب محتويات، ونشوف محتويات اللي وتركيبات وأشكال للموجات هذه، وبالأخص الموجات الدافعة. وعرفنا أن الموجات الدافعة هي هذه الصاعدة في الاتجاه هذا. دقيقة بس نغير، نختار خط أعرض عشان يبين بأن هذه هي الموجات الدافعة اللي في الاتجاه الصاعد، وهي الموجات اللي تسير في نفس الاتجاه. فطالما أن الاتجاه اللي أمامنا هو اتجاه صاعد، فإذا هذه الموجات هي الموجات الدافعة. وما يتحرك في عكس اتجاه السهم هو ما يسمى بالموجات التصحيحية، reactionary waves، موجات تصحيحية. وتعرفنا على نوع من أنواع موجات التصحيحية اللي هو الزجزاج، وراح نتكلم عنه بشكل يعني نتكلم عنه مرة أخرى. لكن حبيت أني أوضح لكم أو أذكركم في نقطة اللي هي التبادل بين الموجات. وما نقصد بين التبادل بين الموجات، بأن الموجات اللي هي موجة 2 وموجة 4، وكما نعلم بأن الموجات تتبادل زمنيا وأيضا حسب الحركة السعرية ونوع الموجات. وتعتبر الموجات الزجزاج هي من الموجات الحادة، تسمى موجات حادة. خلينا من هذا نرسم رسم عادي. فتسمى موجات حادة طبعا. أما الموجات الأخرى، خاصة نتكلم عن المثلث والفلات والدبل اكس واي وغيرها، فتسمى موجات عرضية، عرضية سايد ويفز بالإنجليزي، سايد ويفز، فهي موجات عرضية. وبناء عليه يحصل تبادل بين الموجتين هذه، عذرا، بين الموجتين يحصل تبادل عندنا بين الموجتين اللي هي الرابعة والثانية، بحيث إن أصبحت الموجة الثانية حادة، أي بمعنى إذا كان فيها زجزاج، النزول اللي فيها عبارة عن زجزاج، فلا يتكرر الزجزاج مرة أخرى في الموجة أربعة، بل نجد موجة مسطحة سواء فلات أو مثلث أو غيره من الموجات. والعكس الصحيح، وإن كانت هذه هي الموجة السايد ويز العرضية، فتصبح الموجة أربعة هي الحادة في النزول. وتعرفنا ايضا بان الموجه الحاده عاده تتجه لمستويات 61.8 واكثر من ناحيه التصحيح، من ناحيه فايبو فيبوناتشي. اما الموجات العرضيه فهي بين 23.6 38.2 50%، وبنسبه عاليه جدا اللي هي 38.2. طبعا هذه القياسات ايضا فيها تبادل بينها وبين بعض، يحدث فيها تبادل بحيث اذا كانت الموجه الثانيه حاده فستكون هي 61.8، واذا كانت الموجه الرابعه هي الحاده ستكون الموجه الرابعه هي 61.8، والموجه الثانيه هي 38.2.
هذا التبادل اللي يحصل بينهم. أعتقد هذا درسناه وتكلمنا عنه كثير لما تكلمنا موجة دافعة وموجات تصحيحية. بقي أمر واحد يمكن ما تعرضت له أنا أو ما ذكرته سابقا، اللي هو التالي. زمنيا تعتبر الموجة هذه اللي هنا، خلينا نشيل المستطيلات هذه، الموجة ثلاثة اللي نشوفها أمامنا هذه، الموجة ثلاثة، المدة الزمنية اللي سرقتها الموجة الثلاثة من عادة، إذا كانت الموجة الرابعة سايدويز فمعناته ممكن تأخذ ترى مدة طويلة، بعض يعتقد أنه ممكن تنتهي بسرعة، ولكن إذا جاء فيها مثلا مثلث أو أنماط مركبة ممكن تستغرق مدة طويلة على أساس أنها تنتهي، خاصة لما ننظر للشارتات الشهرية أو أسبوعية تاريخية يعني نجد أنها تستغرق مدة طويلة. ولكن كقاعدة نقدر نقول المدى اللي تستغرق الموجة الرابعة هو ضعفين المدى اللي تستغرق الموجة الثالثة. بمعنى لو أخذنا المدة اللي قضتها الموجة الثالثة هذه هنا وحط هذه في الجهة دي، أحتاج إلى ضعفين المدى اللي استغرقتها الموجة الثالثة، وبشكل مؤكد ستنتهي الموجة الرابعة خلال المدة هذه. يعني ممكن نشوف الموجة الرابعة هذه تستمر معنا المدة هذه كلها، لكن لا تزيد عنها، لا تزيد عن ضعفين مدى الموجة الثلاثة. تجي عند مناطق هذه وبعدها تبدأ تتحرك. إذن لننتبه للشيء هذا ولا نستعجل دائما على خروج الموجة الرابعة من التصحيح وأنها انتهت وغيره بشكل مستعجل، وثم نتورط في سيناريو يعني ممكن مخيب للأمل للأسف. أتجه الآن إلى الموجة التصحيحية الأولى اللي تحدثنا عنها وهي زيجزاج. هل واضح أمامكم الرسم اللي الموجود هذا؟ واضح أبو محمد؟ واضح أبو ريان. الموجة اللي تعرفنا عليها الزيجزاج، وقلنا تجي في شكلين ونمطين. النمط الأول هي الريجولار زيجزاج. الريجولار زيجزاج ومعناها إن هي تتحرك في نمط يتشكل من أول ضلع يتحرك في خمس موجات، الضلع A والضلع C أيضا يتحرك في خمس موجات في المنطقة هذه. في خمس موجات في المنطقة هذه، ويصبح عندنا خمسة وخمسة، وفي المنتصف يكون عندنا موجة تصحيحية بالشكل هذا A و B و C. طيب إذا عرفنا الشيء هذا، بس خلني أعدل الرسمة دي شوي لأن شكلها مشوه. أي أوكي. وعرفنا وتعلمنا أيضا في الموجات الدافعة أن عندنا leading diagonal و ending diagonal، بأن ممكن تكون عندنا الموجة هذه leading diagonal بالشكل هذا، وممكن تكون الموجة اللي تحت السي هي ending diagonal. وعرفنا تركيبة الدياجنال كيف تكون، نسحب بس الواحد هنا يتداخل مع الأربعة أصبحت عندنا leading diagonal، وكذلك الموجة هذه الرابعة لما نسحبها وتتداخل مع الموجة واحد فتصبح ending diagonal. ولاحظوا أنا أقول موجة واحد مو موجة اثنين، لأن راح أجيكم بالفرق بعد قليل. هذه الموجة التصحيحية هي أبسط أشكال أنواع الموجات التصحيحية اللي نجدها في أي موجة تصحيحية. تجد التركيبة هذه موجودة تتكرر دائما، وهي تدخل في تركيب موجات أخرى، ولذلك هي الأساس نؤسس بمعرفة هذا النمط والشكل اللي أمامنا. إن لم يعني لم نتعلم بالضبط كيف نميز الشكل هذا بشكل صحيح، سنرتكب أخطاء إذن في الموجات القادمة، وكيف طريقة التعرف على الموجات القادمة، لأن هي هذا هو الأساس. الموجات التصحيحية يدخل في تركيبة كل الموجات التصحيحية. وذكرنا بأن طول الموجة
سي هو 100% من طول الموجة A. لما نقول 100% من طول الموجة A يعني لو أخذ الفايبو وأرسم هذه هنا من 0 إلى 100 هي نفس المسافة لما أخذها وحطها عند البي تعطيني هدف السي عند 100%، نفس طولها بالضبط. طيب هل تتجاوز 100%؟ نعم، ممكن تحدث في حالات أنها تصل إلى 138 إلى 161 فايبو. خلنا نشوف 138 موجودة ولا لا. من النسب اللي يغفلها الكثير اللي 138، وهي نسبة مهمة على فكرة، و 123.6 نسبة مهمة ذكروها أيضا دي. فممكن أننا نجد الزجزاج أيضا يخرج خارج نطاق القناة هذه ليصل إلى أهداف 108، وخذناها تكلمنا عنها طبعا، وراح نشوفها بعد شوي بشكل آخر، لكن خلنا نتعرف على الأشكال أول ثم نتكلم عن نتحدث عن القياسات. هذا الشكل المعتاد للموجة الزجزاج اللي هي الطبيعية الرجلر. أما الرننج زجزاج فيحدث أحيانا بأن الموجة سي شبه اللي يعني كأنها تنقطع عند المنطقة هذه، تنقطع عند المنطقة هذه. ولذلك لما نيجي نقيس من مدى الموجة بي عندنا هنا، مو الموجة بي عفوا، لما ناخذ الموجة هذه لهذه، نعم عذرا، نسحب الاكستنشن وننظر الاكستنشن، نجد ان الاكستنشن اتجهت الى انها تقف عند مستوى الموجة عند 61.8، وبذلك تكون منقطع، مسحته بالغلط، وبذلك تصبح الموجة كأنها مبثورة منقطعة لا تصل الى مستوى الضلع الاسفل للقناة، بل تنتهي عند منتصفها عند المنطقة هذه. أبو محمد إذا توقف تسجيل بس دقيقة. فمثل ما تعرفنا أن الموجة سي قد تنتهي عن مستوى 61.8 وتسمى running zigzag. وعرفنا بالضبط إن وين تجي في موجات الثانية، تجي في موجة الرابعة، تجي في تركيبة موجات تصحيحية. أي موجة تصحيحية ستجد الموجة هذه موجودة اللي هي الزجزاج. طيب الآن لما نجي إلى نمط آخر وشكل آخر نتحدث عنه وهو الفلات. شو اللي يختلف الفلات عن الموجة هذه؟ شو يختلف فيه الموجة المسطحة عن الموجة الزجزاج؟ يعني اثنينهم على فكرة، هذه الزجزاج وهذه عندنا الفلات بالشكل هذا. مثل ما شفنا قدامنا الآن هنا تحت إن الزجزاج الضلع الأول 5 ثم 3 ثم 5 5 3 ثم 5، وهذه هي الموجة اللي نشوفها عندنا هنا اللي هي الموجة الزجزاج 5 وفي المنتصف هنا نجد الموجة ABC طبعا في المنطقة هذه، ومثل ما شفنا من قليل ان هذه الموجة زجزاج. اما لما نجي للموجة هذه فنجد انها في الضلع الاول اختلفت عنها. الان تركيبة الضلع الاول هو عبارة عن ABC، تركيبة الضلع الثاني هو عبارة عن ABC ايضا، وتركيبة الضلع الاخير السي الضلع سي يكون خماسي الشكل.
هذه اعتبرها انا من اخبث الموجات اللي ممكن تمر على المحللين سواء كلاسيكيين او موجيين. المتمكنين ممكن ينتبهون يصيدون الموجه هذه، لكن غير متمكن ممكن تلعب عليه. صح؟ ليه؟ في اشكال اخرى راح اوريكم اياها. فهذا الاختلاف البسيط اللي تجدونه بين الزجزاج والفلات. وكما ترون ان ايضا الزجزاج يدخل في تركيبه الموجه هذه، هذا زجزاج في الضلع الاول، هذا زجزاج في الضلع الثاني، الا ان الضلع الاخير هو خمسه موجه دافعه ولذلك يختلف. طيب الفرق الاخر اللي ممكن يحصل بينهم، ان تجد الفلات الزجزاج يتراجع لمستويات 51 61.8 50% ممكن 38 ممكن 50% غالبا بين 50 و 61.8 ممكن يزيد قليلا، اما هذا فتجده قريب للقمه يعود للقمه مره اخرى. فاقل مسافه مسموح انه يتناقص يعني ينزل عن المنطقه هذه او عن قمه الموجه هذه اللي بدات هنا اللي هو الضلع A هو 90%، يعني ان يصل الضلع هذا الى مستوى 90% من طول الضلع A، والضلع B يصل الى 90%. هل يقل قليلا احيانا؟ نعم ممكن 78 غير، لكن 87%. لكن المهم جدا انه يكون على الاقل 90% واصل المنطقه هذه. فهذا من طبيعه حركه الفلات انها تكون في المنطقه هذه. طيب لما يتشكل عندي الشكل هذا اللي امامي اللي هو عباره عن اي بي سي اي بي سي 5، ما هو الترقيم اللي نضعه الان؟ واللي نختصر كل المساله هذه عباره عن ترقيم اكبر اي بي سي. فياخذ شكل اخر او ترقيم العام الكبير للموجه يصبح اي بي سي بالشكل هذا. فترقم اي بي سي بغض يعني تركيباتها الداخليه زجزاج زجزاج خمسه، اما الترقيم بشكل عام هو اي بي سي مثل ما احنا رقمنا الموجه هذه خمسه ثلاثه خمسه نرقمها ايضا اي وبي وسي، ولا لا؟ نفسها. اللي يختلف هو تركيباتها الداخلية فقط، 5-3-5 3-3-5، وهذا اللي نسميه هذا الفرق اللي بينهم. الآن لما نجي للموجة زجزاج مثل ما تعرفنا بالصورة اللي تحت هذه، نجد أن نرسم قناة وهي تقع من ضمن القناة هذه، تتحرك من ضمن القناة اللي نشوفها أمامنا. في حالات ذكرتها أنا أنها ممكن الموجة زجزاج انها ممكن لو قسنا من في الاكستنشن انها تصل الى نسبه 100% مثل ما هي واصله هنا الان، وممكن تمتد ل 138 الى 161.8 بالكثير، ولذلك هي تاخذ طابع او شكل الموجه الثالثه، واحيانا تموه تكون هي موجه ثالثه ويعتقدون انها هي موجه زجزاج، واحيانا تكون هي زجزاج ويقول ها يمكنها ثالثه. لا، هي تصل الى المناطق هذه، لكن غالبا هذه قياسات الى 100% من طول الضلع الاول اللي هو A. هل تمتد اكثر تخرج خارج القناه؟ نعم ممكن قليلا الى هنا الى هنا الى هنا. الى 161 كثير ممكن نلقاه عند 138 على فكره. فلما ترسم القناه الساريه عند المنطقه هذه لما نرسمها عند المنطقه هذه نجد ان عند هذه المنطقه مثلا تنتهي الموجه سي عند 100% وممكن تخرج عن حاجز القناه الى 123.6 الى 138 حتى الى 161، غالبا تنتهي عند المنطقه هذه الا اذا كانت منقطعه فتحدث تقف عند 161.8 هنا. فهذا بالنسبة للموجة الزجزاج، وهي سهل بسيط ان تاخذ من قمة A قاع A او قاع A قمة A الى B، كلنا نعرف كيف نرسم القناة هذه مثل ما هو واضح في الاسفل هنا. هذه الطريقة انا رسمتها، فراح اشيل هذه كلها واشيل هذه
واشيل هذه لتتضح لنا الحركه مثل ما احنا شايفين الان. وبذلك الزجزاج هذا هل ممكن يطلع خارج القناه؟ نعم ممكن، ممكن يخرج خارج القناه، لكن هذا هو المعيار او المقياس المتعارف عليه بانها تكون غالبا تجدها ممكن نسبه 80% انها تسير داخل ضمن مستوى القناه السعريه. ورسمها يكون من قاع الـ A الى قمه الـ A والى قاع الـ B ثم يعطينا هدف الـ C. بهذه الطريقه نرسمها، ونفس الشيء اذا كانت منقطعه. لكن الموجة الفلات لها الموجة الفلات مثل ما نشوفها أمامنا هنا، راح أشيل الشكل هذا على أساس أنه تتضح لنا الصورة بشكل أكثر. الموجة الفلات اللي نشوفها أمامنا أحياناً يقول لك الواحد كيف أرسم عليها القناة السعرية، كيف أحدد أهدافها؟ فتجي عند هذه، هل ترسمها بالشكل هذا من هنا لهنا؟ ممكن انت عند المنطقة هذه، طيب هذه ممكن تمتد قليلا الى الاسفل. في اسلوب وطريقة لرسم القناة السعرية على الفلات، بس قبل ما نتحدث عن اسلوب وطريقة رسم القناة السعرية على الفلات، ننتقل الى انواع الفلات مثل ما تعرفنا على انواع الزجزاج. هذه الزجزاج تعرفنا عليها، لكن لما انزل تحت هنا واقول هذه هي الموجة الفلات. ولما اجي للموجات الفلات هي تنقسم الى ثلاث موجات ايضا، الى ثلاث اشكال وانماط. في الرقرة العادية كيف نعرف ان هذه موجة عادية الفلات عادية؟ بان تكون مستويات مستوى البي يعود الى بداية الموجة هنا. طبعا هذه الحركة السعرية اللي صارت هنا كيف جت؟ هذا باتجاه الصاعد، يعني السهم كان صاعد وبدأ يجني مثلا في موجة رابعة بالشكل هذا. بنفس الشكل ممكن يكون في اتجاه هابط، راح نشوفه بعد ما انتهي من الشرح. فإذا وصل المنطقة هذه نزل في الاي يصعد في البي الى نفس مستوى هذه المنطقة عادة، وإن قل قليلا فيكون عند 90% من مستوى الموجة هذه هنا 90%، ولكن هو متساوي مع هذه في المستوى، ويهبط مرة أخرى ليصل إلى مستوى الـ A إلى قاع الـ A. هل يخرج قليلا عن المنطقة هذه؟ نعم ممكن 123 تلقاه فاصل 6، غالبا ستجد عند المناطق هذه متساعد يعني متعادل مع مستوى إيه. ولذلك حتى لو حطيت خط عند المنطقة هذه ستجد أنه محصور بالقناة هذه بالشكل هذا، ولذلك هي تسمى موجة عرضية. وكما ذكرت من قليل الجزء الأول يكون ABC اللي هو موجة A، الموجة B تكون ABC، والسي هي خمس موجات. طيب هذا النوع الأول عرفناه ممتاز. طيب وش النوع الثاني؟ النوع الثاني هو Expanded Flat. كيف يعني Expanded؟ Expanded الله يطول عمرك انها تكون بالشكل هذا اللي نشوفه امامنا. هذا قاع الـ A هنا، وهذه هي بداية الموجة A، وهذه الموجة صاعدة وبدأت تجني، بدأ يدخل بجني أرباح، فتهبط الموجة في ثلاث موجات اللي ABC ثم تصعد في ثلاث موجات إلا أنها تخترق قمة المنطقة هذه. وهذه من الموجات المخادعة خبيثة. ليه؟ لأن تعطي انطباع لكثير من المحللين أنه تم اختراق القمة السابقة، خلاص حنا في سوق راح نرتفع إن شاء الله وراح نروح لأهداف أعلى. المحلل الموجي المبتدئ أو ما عنده خبرة مثلا بالتعامل مع الموجة هذه ممكن يقولك أوه خلاص حنا دخلنا في موجة دافعة الآن اللي هي الخامسة. يعتقد أن هذه اللي هنا هذه، فهو يعتقد أن هذه الـ A B و C هي الرابعة وانتهت، وأن هذه خلاص حنا صاعدين في موجة دافعة الفوق. وهي A B C على فكرة، بس هو يقراها إيش 1 2 3 وحنا لازلنا في الثالثة ورايحين فوق، ويتورط ويجيه بعدها نزول قاسي حاد في الضلع هذا، خمس موجات إلى الأسفل تكسر حتى القاع اللي قاع A.
تكسر منطقة A تحتها، وحسب مستويات الفايبو كسر المنطقة هذه ممكن يذهب فيها إلى 138 إلى 123.6 138.2، وغالبا غالبا ستجد عند مستوى 161.8، فنزول راح يكون حاد إلى 161.8 نزولا من هنا. كيف نحسبه؟ extension، مثل ما تعودنا ناخذ الاكستنشن من الضلع الأول إلى الضلع الثاني، ثم نحسب مستوى 161 عند المنطقة هذه. شوفوا هنا في الأسفل، وممكن ينتهي قبل عند 183. ما نقولها القاعدة تقول، أو المهم أنه يكسر القاع هذا اللي هنا بنزول في 5 موجات في المنطقة هذه. ولذلك هذه من أخبث الموجات اللي ليه؟ لأن بعدين لما نرسم المثلث راح نشوف المثلث فيه نفس التركيبات، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، فبالك يتشتت أنت، هل المثلث، هل هو موجة دافعة الآن، هل هو إيش؟ يجيك النزول هذا يطربق لك الدنيا كلها ويلخبط أمورك وحساباتك كلها. فهذا الأسلوب اللي تعرف عليه، إنه يكسر القاع هذا واتجه لنسبة على يعني إلى نسبة 161.8، اكتبوها على جنب، 138 123.6، المهم أنه يكسر قاع الA هنا. ثم يجينا نوع ثاني، هذا expanded flat لكن من النوع الأكثر حدة أيضا يصير، وراح نشوف ليه، لأنه ممكن تكون الـ ABC أكثر حدة في المنطقة هذه وتتدخل في استخدامنا بعدين للقناة السعرية اللي راح نشوفها مع بعض، راح نشوفها مع بعض بعدين. فهذا اللي تشوفونه هي نفس دي، ما تغير شيء، فلا تلخبطوا نفسكم بين الثنتين، هذه هي نفسها، هذه هنا وهذه هنا، اثنينهم كاتب على فوقهم، ايش كاتب فوقهم؟ expanded flat، نفسها. اذا النوع الاول regular flat، النوع الثاني expanded flat اللي نشوفها هنا عند الرسمتين دي، النوع الثالث وهذه ايضا دارجة بشكل كثير تشوفونها تحصل أمامكم، اللي هي running flat. والrunning flat نفس حركة وطبيعة الموجة اللي هو expanded flat، نفسها، نفس الممتدة، ما تغير فيها شيء أبدا، نفسها هذه، هذا القاع وهذه القمة تخترق إلى الأعلى. على الأقل الاختراق هذا، لما يسألني واحد طب أهداف البي، انتبهوا، أهداف البي على الأقل إلى 105، شفت إنه يتجاوز 105، إنه يتجاوز 105 على الأقل. يعني لما نأخذ ونقيس من هنا، أنا أبيه يتجاوز لي 105 هنا على الأقل، وممكن يصل إلى 138 وممكن يصل إلى 161. لاحظوا زي الإكسباندد، الإكسباندد والرننج فلات نفس الحساب في الموجة بي، الاكسباندد والرننج فلات، اوكي، عيد وكرر نفس الحسابات. ولذلك هي مخادعه، شوف بعدها عن منطقه النزول عند A، واللي ممكن انها تكون نهايه موجه ثالثه عند المنطقه هذه، تجد هذا رايح لهناك وفجاه يخسف ويرجع للاسفل بشكل حاد. وكيف لو كسر ايضا راح له 161.8 مثل الاكسباندد. ولذلك يكون واحد حذر عند المنطقه هذه. هذا قياسه، قياسه من ايش؟ من الضلع A، البي نقيسه من الضلع A، ريتريسمنت، ليه؟ لان هذا ريتريسمنت. فهذه هي الموجه هنا، فيهبط السهم في موجه A في 3 حركات، ثم يصعد في الموجه B في 3 حركات، ثم يهبط في الموجه سي، وهذه المرة نزوله في الموجة سي يكون منقطع، رانينج، كده نسميه رانينج فلات، منقطع إلى تقريبا، شوف أدنى شيء ممكن يسجله هنا، أدنى شيء ممكن تسجل في المنطقة هذه. فناخذ عذرا، المفروض ننزل هذا الخط عند بداية، وين الإيه؟ هنا هنا صح، هذه هنا مكانه صح. عموما
ناخذ الاكستنشن وراح الاكستنشن، ومن بدايه الموجه من نهايه الموجه ثلاثه مثلا، او الموجه A يعني، ممكن تجد على فكره مو بس موجه اربعه ولا موجه اثنين، ايضا في الموجه B من الزجزاج تجد الفلات موجود هناك، يدخل في تركيب موجات المركبه الاخرى المعقده، ولذلك هو مهم. ونرجع الى قاع A ثم نسحب الى منطقه لنهايه الموجه B، فممكن الى 61.8 لا يقل عنها، 61.8 لا يقل عنها، عفوا من هنا 61.8 لا يقل عنها. لا تجي وتقول والله بحط اقل، مثلا ممكن يجيني هنا ولا اقول لك لا لا، هذه 61.8 هذا اقل شيء ممكن يصل له او اكثر، لكن لا يكسر القاع، قاع الاي لا يهبط ادنى من الاي ولا يلامسه، ينتهي قبله شوي، هذا يسمى رانينج منقطع، مثل اللي حصل مع الموجة زجزاج، الرانينج زجزاج نفس الشيء حصل له انقطاع عند المنطقة هذه. هذه الثلاث أنواع من الفلات اللي لازم نركز عليها ونعرفها. قبل ما أنتقل إلى نقطة واللي تتعلق في القنوات السعرية، أحب أن أستعرض معكم بس أي واحد. أوكي دقيقة بس لحظة. هذه الموجة الفلات، وطبعاً هو هنا حاطها expanded. لاحظ رسم القناة، وراح أرسم لكم إياه بعد شوي، أوريكم إياه من بداية الـ A إلى نهاية الـ A مروراً بالموجة 2، أيضاً ممكن يكون مروراً بالموجة 4، راح نشوفه بعدين. لكن خلنا نشوف تركيبات الداخلية. الموجة A، الموجة A شو اللي ممكن يكون فيها؟ زجزاج أو مالتي زجزاج، يعني موجات مركبة، وممكن يكون يقول لك ممكن تلقى هي بنفسها فيها فلات، فلات سايد واي كومبينيشنز، كل انواع الموجات التصحيحيه تجد فيها المنطقه هذه. الموجه بي زجزاج او مالتي زجزاج، يا زجزاج او دبل زجزاج تربل زجزاج، راح نشوفهم بعدين الموجات الثانيه من الزجزاج والتربل زجزاج والموجات المركبه. والضلع الاخير لازم يكون دافع. طيب اي نوع من الدافع؟ يا امبلس أو ending diagonal. شو مكتوب أمامكم هنا؟ ending diagonal. end ممكن يكون ending diagonal. مو هو خمس موجات جاية في الموجة الأخيرة؟ إذا قلنا الخمس موجات في الموجة الأخيرة ممكن تجي أيضا ending diagonal. نستعرض مع بعض مقطع بسيط لجيفري كينيدي وراح أترجم لكم إياه. يتعلق بالموجات الفلات. Hello and welcome. My name is Jeffrey Kennedy and welcome back to another episode of Elliott Wave Junctures. Today we're going to be looking at the flat correction. As you know, with respect to the wave principle, there are three types of corrections: zigzags, flats and triangles. Today we're going طبعا هو يعرفك في ثلاث انواع من الموجات التصحيحيه اللي هو الزجزاج والفلات والمثلث والتراينجل. وطبعا يتفرع منهم اشكال مختلفه، لكن هم الموجات الرئيسيه زجزاج فلات والمثلث. واليوم سنناقش موضوع الفلات. The first thing that's important about this pattern here is being able to identify its characteristics. Number one, its substructure. اهم ما علينا الان في هذا النمط من الموجات الصحيحيه هو نتعرف على تركيباتها الداخليه، substructure، تركيبات الداخليه. What I'm referring to is if you notice within wave A, كما تلاحظون في الموجة A لدينا ثلاث حركات، واحد اثنين ثلاثة. Also within wave B we have three more waves. وأيضا في الموجة ثلاثة B يوجد فيها ثلاث حركات وترقم ب A B و C، ثم ينتهي في خمس موجات دافعة وأحيانا تكون موجة ending diagonal.
ويلقب ب 335 نمط 335. طبعا نلاحظ ان كاتب هنا بولش وهنا كاتب بيرش، هو نفس الشكل نفس الشكل، لكن شو الاختلاف؟ بولش معناته هو يسير عكس الاتجاه الصاعد مثل موجة 2 موجة 4. ليه؟ لأن نهايته معناته راح يواصل صعود مرة أخرى، يسمى بولش، يعني كأن الموجة الثالثة جاية من المنطقة هذه ونزل في الموجة الرابعة ثم سيكمل في الخامسة، أو الموجة 1 جت في المنطقة هذه نزل في الموجة 2 وسيكمل صعود يسمى بولش موجة صاعدة، أو الموجة A أتت في الضلع هذا نزل في الفلات في الضلع B من الزجزاج ثم يكمل في C بولش. هذا اللي نشوفه بيرش هو نفس هذا لكن العكس الصحيح، بحالة النزول يكون نازل السهم في موجة A يصعد في الموجة B في فلات ثم يكمل نزولا في الموجة C، أو نازل في الموجة 1 يصعد في الموجة 2 ثم يكمل نزولا في الموجة 3، أو يهبط في الموجة 3 ثم يرتد في موجة 4 ثم يكمل نزوله في موجة 5، ولذلك يسمى بيرش. هذه طريقة تمييز مشكلهم، راح أتكلم لكم عن شيء لكن بعد ما نهي المقطع هذا. That wave B ends at or near the origin of wave A, and wave C also ends at or near the extreme of wave A. طبعا من ميزات هذا النمط بأن الموجة B تنتهي عند أو قرب منطقة بداية الموجة A، وأيضا الضلع C ينتهي عند أو قرب نهاية الموجة A في الأسفل. Now on rare instances, what you'll see with respect to wave B is that it will actually surpass the origin of wave A. في حالات نادرة أحيانا نجد أن الموجة نهاية الموجة B تتجاوز surpass بداية الموجة A تطلع فوقها. In which case it's referred to as an expanded flat. وهذا اللي يسمى expanded flat، الموجة المسطحة، الموجة المسطحة الممتدة. But we're not talking about expanded flats today. لكن يقول ما راح نتحدث عن expanded flats. Now the next thing I would like to show you with respect to this pattern. لاحظوا كيف واحد يميز بهذا الشكل. اتركوا كل التعرجات والأشكال، أنا ليه وريتكم في أول درس وضعته لكم أشكال لما رسمتكم الجبل وقلت لكم شايفين الجبل اللي أمامكم، خذوا القمم والقيعان الصريحة، ما عليكم كل الحركات هذه التذبذبات الداخلية اللي تشوش عليكم. وين شايف أنت قمم وقيعان صريحة؟ راح هنا راح تساعدك هذه في انك تميز الشكل اللي امامك. لذلك يقول راح يعني استعرض معكم بعض الشارتات الواقعيه اللي تحدث اللي ممكن نواجهها في السوق اثناء التداول. هذا سهم LinkedIn. لاحظوا رسم القنوات السعريه كيف راح يرسمها، دققوا تماما. الموجه الضلع السي من الفلات هو عبارة عن إيش؟ 1 2 3 4 5 راح يسحب من قم من هنا من المنطقة هذه القاع هذا ملامسا، ما هو القاع هذا مثل ما نسوي مثلا مع الموجات الأخرى والزيجزاغ غيره، لا راح يكسر المنطقة هذه، راح يسحبها من هنا ويروح إلى الموجة 2 إلى الموجة 2 ومن هنا يبدأ يرسم القناة السعرية. إذن إلى نهاية الموجة 2 هنا يرسم ترسم القناة السعرية، ما هو بداية الموجة 1. ركزوا معي شوي. This is what I see when I label the price chart. يقول لما رقمته وجدت أن هذا هو الترقيم الصحيح للسهم هذا في الموجة ABC اللي هي موجة A مع شكلت للموجة A، ثم ABC شكلت للموجة B، ثم 5 1 2 3 4 5 اللي شكلت للضلع C. لاحظوا كيف لما تفككون أو تركزون على القمم والقيعان صريحة، لا تتركون المجال للحركات والتذبذبات هذه أنها تشوشر عليكم. Waves in wave A, A triangle BC. المثلث دي طبعا. Three wave move. Waves A, B, and C. And notice again that wave B ends at or near the origin of wave A, which is right. ولاحظوا أيضا أن الموجة B تنتهي عند أو على الأقل قريبة من بداية الموجة A. Okay. Next we see our five wave. وبعده تبدا الحركه الدافعه بخمس موجات في الضلع سي. Move
for our impulse wave for wave C, which ends at or near the origin of wave, the extreme. اللي تنتهي عند أو قرب نهاية الموجة A. Of wave A. In this instance, we actually went a little bit higher. يقول بهذا المثال ابتعدنا حتى قليلاً. ولذلك انتبهوا احيانا في الواقع ما هو مثل ما يرسم لكم في الكتب. لما اقول لك الموجه الرقره العاديه يكون البي عند بدايه الاي في مستوى واحد، معناتها هذه لازم تنتهي عند مستوى هذه، لا ممكن يتجاوز وتاخذ شكل حتى الاكسباندد وتقول يا اخي لا هذيك الاكسباندد اللي تتجاوز كذا. لا تدع هذه الشغله، يعني الامور هذه اسمها ارشادات. يقول يا أخي البي ما صعدت، ما كسرت المنطقة هذه وراحت فوق عشان تصير هذه ممتدة كذا، في غلط؟ لا لا ما في غلط، لا من يوم ما تشوف عندك السهم يشكل لك. لذلك في أول درس قلت لكم انتبهوا للأنماط الفنية اللي راح أرسمها لكم الآن، ورسمت لكم قاعين وقمتين إذا تذكرون أحد الأنماط اللي رسمناها، وقلنا شكل الدبليو وشكل الأم. الفلات تعرفه بهذه الطريقة. لما تشوف عند الشارت أمامك حرف M ولا حرف W انتبه، ترى أنت في طور تشكل فلات مثل ما أنتم شايفين. W كبيرة هذه، معناتها أنت لا تدع مجال للشيء للحركة السريعة هذه تشوش عليك، لا انظر إلى الحركة الكاملة كذا بدون أي تشويش. راح تشوف عندك هنا W. W معناتها الضلع الأخير هذا ممكن ترى يكون خمس موجات، فلننتبه للأشياء هذه. Back to wave C, the relationships of either 1 or 1.382 multiples of wave A. لاحظ وابتعاد المنطقة هذه قال أحيانا يكون طولها 100% من طول A أو 1.238 من طول الموجة A. Are very acceptable. يقول مقبولة حتى يعني لما تكون هنا regular يعني موجة flat عادية إلى 138 مقبولة. Also need to take a look at our corrective price channel. How do we actually draw the trend lines? كيف نرسم trend line بالنسبة للموجات المسطحة؟ كيف تتعامل مع الموجة المسطحة وترسم لها قناة سعرية؟ تبدأ من بداية A إلى موجة 2 وتسحب الخط إلى نهاية الموجة A. Notice how in LinkedIn the تجدها بالضبط في الموجة، تجدها بالضبط انتهت عند المنطقة هذه. Next, let's take a look at another price chart that exhibits a flat structure. لاحظوا اللي راح يذكره هنا الآن، لاحظ البعد هذا، احنا قلنا على الأقل 90% هنا في المنطقة دي، إلا أن هذه أقل بقليل. هل ممكن أن ننفي ونلغي الشيء هذا لأن ما يصير؟ لا ممكن يصير، ممكن يصير. ولاحظنا وين راحت، قلنا إلى 138 ممكن نقبلها أيضا. أكثر من كذا 161 هذيك مفروض تكون expanded، البي تكون فوق هنا مخترقة قمة هذه إلى 138 مقبولة. لكن شوف هنا ايش راح يقول هو أيضا عن الموضوع هذا. This is the Russian ruble. هذه عملة الروسين روبل. Now here's the actual subdivisions. هذه التقسيمات الداخلية A, B, C. And then within wave B we actually have في الموجة B طبعا موجة مركبة A, B, C, W, X اللي هو W, X, Y نعتبرها A, B, C. ABCX, ABC, and that forms our wave B peak here. And again, it ends at or near. Now, in this instance here, يقول طبعا معروف إنه ينتهي قريبا يا بالضبط عند نفس القمة أو قريب منها. لكن في الحالة هذه يقول I would have liked to have seen it to go up a little bit higher, but even so, يقول كنت أتمنى يعني إن الشيء إن الموجة هذه تنتهي على الأقل بمستوى أعلى من كذا. لكن مع هذا مقبول. Still works as a flat correction. Next, we draw our trend lines here. ونرسم trend line. Again, to draw the corrective price channel, you begin at the origin of wave A. من A إلى قمة إلى قاع اثنين. Take a parallel of that line off the extreme of wave A. إلى بداية إلى نهاية موجة A. نجد أنه بالضبط. For wave C. وانتهى عند المنطقة هذه. The last price chart we'll look at that exhibits a flat. النمط الأخير. Is MicroStrategy. أيضا سهم MicroStrategy. لاحظوا أيضا في هذه الموجة شوف إلى وين ابتعد مع أنها موجة regular عادية. لا تدع مجال، لا تترك مجال لأي واحد يجي يخطيك. لا 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 الموجة هذه ما هو هذه المفروض expanded والexpanded المفروض تتجاوز المنطقة دي. هذه regular فكيف راحت هنا؟ ما يصير. لا قل لا يصير ما عليك. لاحظ الطريقة، لاحظوا شكل الدبليو واضح.
لذلك تكونون حذرين عند المناطق هذه اللي تشكل فيها W أو حرف M. Ticker symbol MSTR. هذا سهم MSTR. وهذا تركيبات الداخلية. A, B, C. And then we have another A, B, C. وending diagonal في موجة C. وانتهت قرب أو بالضبط عند مستوى. هذا من مميزات هذا النمط بأنه ينتهي عند نفس بدايته. نفس المنطقة اللي بدأ منها. ثم خمس موجات. And I've always, as always, to draw our correct price channel, which define the parameters of the move. We go from the origin of wave A to the extreme of wave 2 of C off the extreme of wave A. And that ideally identify resistance to the extreme of wave C, ideally as it's done here in MicroStrategy. Again, ticker symbol MSTR. That about does it for today, and I'll see you tomorrow. Thank you. انتهى طبعا المقطع هذا. يعني أرجو أنكم تكون استفدتم منه ووضحت الأمور لكم الآن. طيب إذا تعرفنا على ثلاث أنماط وثلاث أشكال من الموجات الفلات اللي هي regular flat, expanded flat وrunning flat, وتعرفنا على تركيبات الداخلية تكون من ABC, ABC ثم خمسة ABC, ABC خمسة ABC, ABC خمسة, وقلنا أن regular flat على قد تنتهي عند المناطق هذه, ومثل ما شفت الفيديو ممكن تجدها شوي تمتد إلى أسفل, لكن مو كثير طبعا, مو مستويات 161.8, والا ستصبح expanded flat. ومن طبيعة expanded flat اللي النوع الثاني ان تجدها القمة البي تخترق بداية الموجة وتصل الى مستويات على الاقل 105 الى 123.6 الى 138.2 الى 161.8, وثم يهبط مرة أخرى نزولا إلى مستويات نفس المستويات اللي ذكرتها فوق, وبالتحديد 138 و 161.8 بالتحديد 161.8. نفس الشيء في الموجة running flat تهبط في المنطقة هذه ثم تصعد إلى نفس الأهداف الـ expanded flat, إلا أن الموجة C تنقطع وتصل تصل الى مناطق لا تقل عن 161.8, لا تقل عن 161.8 واكثر, اوكي, ولكن لا تصل الى نهايه الموجه هذه او موجه A. هذه التركيبات الثلاثه هنا, فلما نجي وناخذ الموجات هذه كقنوات سعريه وكتركيبات داخليه, فاجد ان الموجه هذه مثلا لديها خمس موجات في المنطقة هذه مثل ما احنا شايفين, ولما اخذ قناة السعرية وطبق نفس الطريقة اللي تعرفنا عليها, اللي هي ان هذه القناة السعرية تتحرك عند بداية الموجة نرسمها الى الاي الى الموجة 2, الى الموجة 2 راح ما رحت لقمة بي, رحت الى الموجة 2 هنا, فتجد ان الموجه هذه تنتهي تقريبا عند نفس مناطق عند الضلع هذا في الاسفل هنا اللي هي ضلع سي. نفس الطريقه ايضا في الاكسباندد فلات, فلما ناخذ مثلا الموجه هذه ونضعها عند المنطقه هذه هنا ونسحب قناتنا ونضعها على بدايه الموجه هنا الى الموجه 2, نجد ان موجه سي انتهت عند المنطقة هذه. طيب احيانا تكون حركة الـ A, B و C حادة قوية, وخاصة لما يكون فيها فلات وغيره, هذا ايضا ممكن مثل ايش, مثل الشكل هذا مثلا. في حالات زي هذه ولا غيره ممكن احيانا انك تسحب من القمة هذه, قمة بداية الـ A الى قاع الـ A مرورا بالموجة أربعة, انتبهوا للنقطة هذه, مرورا بالموجة أربعة, مو اثنين أربعة, وبذلك هذه تنتهي عند المستويات اللي في المنتصف هنا, ممكن تنتهي عند المستويات اللي في المنتصف. راح نشوف صور هنا لملف أنا سبق أني أرسلته لكم سابقا,
وين راح؟ لا مو هذا. اوكي هذا اعتقد، نعم ارسلت لكم سابقا وراح ارسله مره ثانيه، ابو محمد الله يجزاه خير يرسله لكم يوضحه. هذا اللي نشوفه هنا، لاحظوا هي نفس الموجه الفلات بالمره الاولى، رسم من بدايه الموجه ملامسا قمه او نهايه الموجه اثنين، وعطانا هدف السي في هذه الموجه. لا كانت اهداف الموجه بي اعلى، يعني هنا كانت مثل اهدافها ل 105 123.6 138، هنا راح الى 161.8 بعيد، فلذلك كان هدفه لما يكون متجه الى مستويات 5 ومثل 161 فوق، فان تستهدف المنطقه الرابعه لتعطيك مناطق نهايه الموجه سي. فهو بالحالتين يستخدم. الكثير اشوفهم الان يقول لك لا تمد الى الموجه الرابعه، لا مو شرط، يا على نهايه الموجه الرابعه هنا او اثنين، كلا الحالتين صحيح. مثل عندنا في الموجه هذه نشوفها اي بي سي ثم اي بي سي، ولاحظ هذه وين راحت؟ فوق هنا ل 100 مستوى 161.8، اذا هو مد على قمه الموجه اربعه اللي تحترم منطقه الخط اللي في المنتصف للقناه السعريه وترتد منه. الموجه الخامسه تنتهي عنده، عند المنطقة هذه، ممكن تلامس الأسفل ممكن، لكن غالبا ستجد عند منطقة المنطقة اللي في المنتصف من القناة السعرية. هذا بالنسبة للموجة الفلات ورسمها بالشكل هذا. خليني أرجع إلى مقطعنا اللي هو هذا. الموجة أيضا هذه تكون عند المنطقة هذه هنا، وناخذ القناة السعرية ونضعها عند نفس المناطق على قمة اثنين، وعلى قمة اثنين خط المنتصف يرد الموجة الرننج فلات كمنطقة يرتد منها من المنتصف هنا. هذه هي ثلاث موجات اللي ممكن تجدونها أمامكم. لو نظرنا بس أستفسر وأستوضح منكم، هل الأمور واضحة إلى الآن؟ هل الأمور واضحة إلى الآن؟ ممتاز. دور الأسئلة بعد ما ننتهي إن شاء الله، لأن خلاص تقريبا شطبنا، هي موجة ما تحتاج أن نعطيها الكثير، لكن راح أجي لبعض النقاط راح أرسمها هنا. هذه هي موجتنا اللي رسمناها وتعودنا عليها، وقلنا الموجة دافعة، ثم يأتي بعدها موجة A و B و C، وهذه دورة كاملة، دورة سعرية كاملة، موجة واحد ثم A B C. الآن وين ممكن نلقى الموجة الفلات المسطحة؟ لو قلنا إذا عندنا هنا زيجزاج في هذه، فهذه من الموجات الحادة. إذا الموجة ثلاثة مرجح أنك تجد فيها فلات، وهي غالباً غالبا غالبا تجدها في الموجه الرابعه من الدافعه، الموجه الرابعه من الدافعه. شوف كيف يرجع لنفس القمه مره ثانيه ثم يهبط بقوه الى الاسفل، فهي غالبا تكون في منطقه الموجه الرابعه. لكن هل يمنع ان هذه تروح هنا وهذه تجي هنا؟ لا ما يمنع طبعا. هذه تسم اذا 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 صارت الموجه الفلات في الموجه اثنين، ما هذا يعني ان الموجه اثنين هي موجه عرضية، وأن الموجة أربعة هي الموجة الحادة، وهي اللي راح تتجه إلى مستوى 61.8، وهذه ستنتهي عند 38.2. لاحظ كيف التبادل بينهم أجبر الموجة هذه أنها تنتهي عند مستوى 61.2 بالشكل هذا، تعتبر موجة عرضية أو ممكن تكون بالشكل هذا، تنتهي عند 38.2 وهذه تنتهي عند 61.8. ليه؟ التبادل بين الموجات، هذه سايد واي عرضيه، هذه حاده، والعكس الصحيح. لو كانت هذه هي الحاده الموجه 2، اذا الموجه 4 ستكون سايد واي موجه عرضيه،
وتنتهي عند 38.2 وتكون هي الفلات موجودة في المنطقة دي. طيب هل الفلات موجود في المناطق هذه فقط؟ لا، نقلنا ان تركيبة احنا ذكرنا بان تركيبة الزجزاج تكون من ايه؟ 5 3 5 ولا لا؟ هذه الخمسة اللي هنا نفس اللي قلناه عن الخمسة دي ينطبق على الخمسة هذه. يعني أي ممكن تجد الفلات أيضا في موجة 2 هنا، وممكن تجدها في موجة 4 هنا، ونفس الشيء ينطبق على الموجة سي اللي فيها 5 موجات. لكن اللي بتكلم عنه بالتحديد اللي هو المنطقة هذه، هل لازم تكون زجزاج هذه دائما؟ لا، ما هو لازم تكون زجزاج دائما، ما هو دائما تكون زجزاج أبدا. هذه ممكن تكون فلات أيضا اللي تشوفونها هنا. طيب اللي إذن يجي في الموجة بي من الزجزاج أيضا. شيء نقطة مهمة، البعض يقول لك يمنع منعا باتا الموجة بي تتجاوز بداية الموجة A، هذا صحيح. يعني هذه ما تروح فوق الA، هذا صحيح بأي حالة. الزجزاج الزجزاج، أما في الموجة الفلات بنشوف هذه راحت هنا، وهذه من الموجات المخادعة للكثير، أن تنتهي موجة واحد ويهبط الموجة ABC في الA، فجأة يشوف ABC فوق رايحة، هي يعتبرها هون موجة دافعة، خلاص دخلنا في الثالثة، ادخل ادخل ادخل، فجأة بوم نزل مرة ثانية للأسفل. ليه؟ لأن العد الموجود داخل موجة B هذا لم يكن خماسي، كان ثلاثي ABC فقط، ولذلك أصبحت expanded flat. فتجد أيضا في الموجة هذه، وتجد أيضا في الموجة B هنا، تجد في الموجة 4. فهذه أماكن تواجدها، هذه أماكن تواجدها تلقاها أيضا في الموجات المركبة لما نأخذها بعدين، أيضا يوجد في الموجات المركبة. اللي لازم ينتبه للواحد أن قياساتنا تبقى على ما هي عليه. إحنا لما نقول أن هدف الموجة هدف الموجة الرابعة 38.2، فلا تدع الموجة هذه تخدعك. لما نقول هدف الموجة الرابعة 38.2 وتجد هذه الموجة انزلت ABC إلى المنطقة هذه، خلنا نسحب هذه هنا، أو خلها بس بوريك مثال، تجد هذه انزلت إلى المنطقة هذه، يقول بس بعد ثلاثة هذه صارت عندي ABC، خلاص انتهت هذه الرابعة، يلا ندخل بالموجة الخامسة. وين بالحلال؟ 23.6 هذه هنا، 38.2 هذه هنا، هدف الموجة الرابعة لما نتذكر أهداف الموجة الدافعة وأهداف موجات اللي تركب الموجة الدافعة هذه، إذا كان هذه 61.8 هذه 38. طالما أن هذه ما وصلت 38 لا تستعجل. ليه؟ لأنه راح تشوف الشكل هذا يصير، وانت فجأة حاسبها أنك انتهت الموجة الرابعة وتشوف هذه جات بالشكل هذا، وتقول بس خلاص دخلنا في الموجة الخامسة، يلا 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 يا شباب. فجأة تجد أن المنطقة هذه فجأة سحبتك إلى المنطقة هذه إلى 38.2، تقول يا ساتر شو اللي صار؟ معقول انتهت الموجة الخامسة هنا؟ شو التعليقة للبايخة دي؟ من وين أنا شاري؟ والآن تعلقت في هذا، كيف صارت معي دي؟ شو اللي صار؟ لأنك لم تحسبها صح. انتبه من الحركة هذه تصير. من طبيعة الموجة هذه لما تتشكل أمامنا أنك تجدها على الشارت القاع مشكلة شكل بشكل الدبليو، شكل الدبليو بالشكل هذا، تجدها في القاع مثلا نزولا ثم ترتد فيه بشكل كأنه دبليو كذا، وثم يواصل نزول مرة أخرى. فإذا شفت القاعين الاثنين هذه اللي تحت متشكلة عند موجة تصحيحية، أعرف أن أنت ممكن تكون مستهدف موجة فلات، والعكس الصحيح أن ممكن تشوفه في موجة صاعدة، موجة صاعدة بالشكل هذا، وثم تلقاه نزل
ABC وصعد في ABC مشكل لك حرف مثل الام قمتين، فعارف ان هذه ممكن يسحبك فيها هنا وفي موجه، وتعتبر تشكيلها يعني تركيبتها الكامله هي فلات. ممكن تجد هذه شويه ترتفع عنها، ممكن تجد القاع هذا شويه يهبط هنا. فاذا هبط بالشكل هذا او تركيبته الداخليه ثلاثه، اعرف ان هذه اكسباند، هي 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 فلات، هي فلات، قاعين قمتين. هذه اذا لقيتها في 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 الشارت تكون حذر عندها، لكن ما تجيك مرتبه بالشكل اللي انت تتمناه وتشوفها امامك وتقول والله خلاص الموجه بتجيني بالمسطره. لا لا، مو شرط، مو شرط، لان قد تجيك بالشكل هذا، قد تجيك بالشكل هذا. ثم نزول في خمسة، لاحظتم؟ فإذا ما كنت حذر وما قرأت الموجة صح ممكن تتورط. طيب أنا لما أجي إلى 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 شارت أمامي وأقول والله شايف تعرجات كثيرة، ما ماني فاهم شو اللي صاير هنا، أقول لك يا أخي العزيز تعال عند المنطقة هذه وخلك نبح وحذر وتنقل بين الفريمات، تعال المنطقة هذه وظللها عشان تعرف تميزها صح. إذا كان عندك فريم الساعة اطلع لأربع ساعات، فريم أربع ساعات اطلع للديلي، روح للديلي كيف شكلها هي صار راح يصير قدامك. الديلي خلاص من ما وضحت لك مثلا، اطلع اليومين، فريم يومين، شوف شوف كل التعرجات اللي كانت موجودة سابقا وصار الآن فيها، تم اختصارها، تم اختصارها الآن في ثلاث حركات بغض النظر عن العد الداخلي، تم اختصاره بثلاث حركات ولا لا؟ خلاص عرفت ان هنا راح يكون عندي انا موجة فلات، ما يبي لها كلام. فانت تنقل بالفريمات عشان تبعد الشوشرة اللي تصير على الشارت مثلا، وتقول والله خلاص انا هذه خمسة انتهت. تاخذ قياساتك، تقيس فايبو ايضا، فلا تستبعد يعني، لا تستعجل، تاخذ الاكستنشن وتقيس المنطقه هذه وبهذه وتجيب المنطقه هنا 138 بالملي مثل ما قلت لكم، 138.2 الى 161 ممكن تصل. هذه ضربت في المنطقه هذه وارتدت، هذه مناطق ارتداد للموجه هذه. طيب وش اللي ممكن اسوي ايضا؟ قلنا ناخذ القناه السعريه، نسحب القناه السعريه من المنطقه هذه ونقول والله خلني اشوف الناس الطريقه اللي تعلمتها الى المنطقه هذه الى القاع هذا، هذا انتهى تقريبا عند المنطقة هذه هنا، تقريبا انتهى عند المنطقة هذه. فيحتاج رسم بدقة، لكن هات شوف انتهى عند المنطقة هذه، يعني انت لو جالس تنتظر دخول في السهم خله يوصل بس المنطقة هذه. وعند المنطقة هذه ما بالك لو جيت ايضا الى نسبة فايبو وجدتها أيضا تحترم المنطقة هذه، تقول خلاص إشارات أوكي. طبعا مع استخدام إشارات أخرى اللي راح تبين لي أنها منطقة ارتداد. بهذه الطريقة أنت تتنقل بين الفريمات لتختصر على نفسك الشوشرة اللي متكون اللي تكون بالشاشة. يعني صعب أنك تجي للموجة هذه هنا وتروح إلى الخمس دقائق وتبي تكتشفها الآن في المنطقة هذه. أنت محترف؟ أوكي أهلا وسهلا، بس إذا ما كنت محترف أنت لا تقعد على فريمات صغيرة تمسك موجة كبيرة على فريمات صغيرة زي هذا عشان تحلل. وش بتحلل في هذه؟ علمني الآن كيف راح تتناول شارت زي هذا على خمس دقائق؟ انت ما انت شايف اصلا التركيبه الكامله اللي جالسه تصير على الخمس دقائق، ولذلك تضرب بكل بساطه. ما انت شايف الصوره الاكبر، هذه 15 دقيقه. وراح تدخل في شوشره وتقول والله طيب هذه وش هي؟ هذه 1 2 3 4 هذه بي سي، هذه 1 2 3 4 5 هذه كيف؟ يعني هذه انتهت خامسه هنا، هل انتهت ما اعرف ايش؟ طيب هذا كيف عد؟ هنا واضح لي العد انا. لكن كل ما ابتعدت الى فريم اكبر
كلما الشوشرة الزائدة هذه تنتهي منها ندخل الفريمات الصغيرة ليه؟ عشان نشوف تفاصيل الداخلية للموجة هذه وين تنتهي بالضبط، نشوف تركيباتها الداخلية، نعرف أنه والله انتهت الموجة الأخيرة منها مثلا، فقط نعرف والله أنها انتهت. أطلع بعدها الفريم أكبر ساعة مثلا، تجد أن الأمور أصبحت بشكل أوضح وأوضح الآن. موجات لما تستعرضها وتشوفها أمامك تعرف أحيانا أنه والله ها أحد الاحتمالات اللي راح أضعها على المنطقة هذه أنه ممكن تكون في فلات، ليه؟ خاصة لما تشوف الموجة تتحرك بشكل زي هذا. ما هو كل موجة تشوفها بالشكل هذا هي فلات، لكن لما تشوف موجة بالشكل هذا أحسب حسابك أنه ممكن يكون عندك فلات هنا. لما تشوف موجات بالشكل هذا قريبة من بعضها، قيعان بعضها، لما تشوف موجات في قمم مثل هذه بشكل حرف الام، لا تغفل الموجة على الفلات. لما تشوف هذه مثل ام بس في صاعدة فوق شوي، هذه مثل الاكسباندد فلات. لما تشوف هذه منطقة عندك هنا قمتين جنب بعض، المنطقة هذه مثلا، لا تستبعد وجود الفلات في المنطقة هذه ثم اكمال في الصعود. لذلك يجب ان تحذر. وكيف تشوفها؟ تفتح الشارت، كبر 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 نفس المنطقة واقرأ. اولا يجب ان تحدد انت الان في اي موجة، من وين تحددها؟ من الضلع اللي قبلها، 1 2 3 4 5، انتهت 5. اوكي الحركة هذه وش هي اذن؟ اذا انتهت 5 تصحيحية، وش الموجة التصحيحية اللي تعطيني قمتين عند بعض قريبين من بعض؟ وش الموجة هذه اللي ممكن تكون تصحيحية بقمتين قريبين من بعض بالشكل هذا؟ فلات، الفلات تجدها مثلا داخلة في المنطقة هذه. فلذلك معرفة الضلع السابق يحدد لك انت ممكن تحط فلات ولا لا. هاي 3 3 وهذه 5 نازلة كلها. لاحظوا ان في الفريمات اللحظية وبعض الشارتات ما تجي بالشكل اللي شفناه، يعني الشكل اللي شفناه حنا وش عبارة عن ايش؟ 3 3 ثم تنتهي عند المنطقة هذه بس، 3 3 وكل هالضلع هذا تجي خاصة على الشارتات اللحظية تجي. لا تستغرب، اهم شيء الشكل هذا تشوفه امامك موجود تلاحظه بدقة. ممكن تشوفه هنا 1 2 3 4 5 ABC 1 2 3 4 5، ممكن تجدها في المنطقة هذه ABC WXY هنا ABC ثم 1 2 3 4 5. دائما لما تشوف المناطق هذه تنحذر منها. هذه بدون ما أحللها أنا أعرف هذه فلات، اللي صار هنا فلات بداية هذه هنا مثلا. فبهذه الطريقة تتعرف عليها، بهذه الطريقة تميزها. لكن من المستحيل ومن الصعب أنك تجي تميزها وأنت ما عرفت العد اللي قبلها. ليه؟ لأن يجب أن تحدد موقعها من الشارت. هي أي موجة اللي جالس تحللها أنت الآن؟ لما أجي أقول هذه ABC وهذه ABC وهذه 5، طيب هذه إيش؟ بشي بالضبط؟ لازم تعرف الموجة اللي قبلها هذه من وين جاية؟ هذه جت من أي موجة بالضبط؟ وين تواجدها؟ في الرابعة، في بي، في الثانية. هنا أقدر ذيك ساعة أنظر لها حسب ما يعني ما يفرض عليه الشارت. واضحة المسائل هذه؟ واضح بريان. طيب أعتقد إلى هنا أكتفي وأوقف التسجيل.